لأول مرة الرابور مسلم يشارك صورة والدته مع متابعيه. السلام عليكم، بداية أشكركم على متابعتكم فبدعمكم نحن مستمرون. لطفا منكم الضغط على الزر الأحمر وتفعيل جرس الإشعارات. فرجة ممتعة. شارك مغني الراب المغربي محمد المزوري الشهير بالرابور مسلم لأول مرة صورة له رفقة والدته مع متابعيه بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام. ونشر الرابور المغربي مسلم صورته وهو يضع رأسه على قدم والدته وأرفقها بمقطع من أغنيته كتب فيها حيت عليك كيدور الكون. وحققت الصورة مجموعة من اللايكات والتعليقات من طرف متتبعي الفنان مسلم وزملائه، من بينهم الرابور المغربي الحر داعين لوالدته بالصحة وطول العمر. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.